السلام عليكم على الثوار اليمنيين أن يدركوا لعبة الأمم ويحسموا الأمر بأيديهم قبل خمود وهج الثورة كما أن خروج اليمن من مأزقه يستلزم عدم الرضا بثورة موؤودة هذه الكلمات كانت خلاصة للدكتور محمد المختار الشنقيطي في أبرز مقالاته المتعلقة بالثورة اليمنية التي تعيش موجتها الثانية من خلال المقاومة الشعبية لإسقاط الانقلاب وسعادة الدولة ولا تزال خيوط الصراع الاقليمية والدولية تعمل على النيل من الدولة الوطنية والثورة الشعبية مدفوعة بأطراف إقليمية تعمل بلا كلل على ضرب شرعية الدولة الوطنية الديمقراطية سنحاول في حلقتنا هذه من المسائل اليمني التي نستضيف فيها الدكتور الشنقيطي التعرف على جذور الصراع مع الاستبداد في المنطقة واليمن تحديدا وأن نتساءل هل المشكلة عندنا سياسية أم طائفية محاولين معرفة محفزات العنف ومهدئات الصراع لنخلص الى كيفية الخروج من الازمه. بداية ارحب باستاذ الاخلاق السياسيه وتاريخ الاديان بكليه قطر للدراسات الاسلاميه الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد المختار شنقيطي اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا شكرا جزيلا. اذا نشاهد دكتور بمعيه الساده المشاهدين هذا التقرير ثم نعود للبدء بنقاشنا. ماذا بقي من الموجة الثورية التي ضربت اليمن في الحادي عشر من فبراير؟ سؤال برسم العاصفة التي ارتدت حربا وصراعا تحركهما نوازع بعضها طائفي وبعضها اقتصادي واكثرها تاثيرا رغبة الشعب في الخروج من ظل الدكتاتوريه والاستبداد. كان اليمن محطة مهمة في مسار الثورة العربية التي اجتاحت الوطن العربي في شتاء العام 2011 ومثلما كل دول الربيع العربي دفع اليمن ثمن عدم وعي ثائريه بمهددات كانت اوضح من رابعة النهار. لم تكن واشنطن ناهيك عن العواصم الاقليميه لتقبل بان تنتج ثورات الشعوب السلميه في منطقتنا المهمه جدا انظمه ديمقراطيه تفقه معنى السياده والاستقلال لهذا عظمت التحديات والمؤامرات في مواجهه هذه الشعوب وثوراتها لم يكن أداء الأحزاب والنخب في اليمن كما في غيرها من دول الربيع العربي هو من أوصل الثورة إلى منتصف الطريق وتركها ولكن دولا وأجهزة وأموالا جندت لتدجين الثورات واحتوائها ومن ثم إجهاضها وإطلاق موجة من الثورات المضادة التي أعادت بلدان الربيع العربي إلى خريف من الإخفاقات والديكتاتوريات البائسة. النظر إلى مستقبل الثورة العربية المضادة يحتاج إلى سياحة في الماضي للنظر في ما آلت إليه كان هذا المفكر واحدا من الذين انشغلوا كثيرا بشباب الربيع العربي وثوراتهم واصل لها، وكانت اليمن جزءا من اهتمامه، نصح البروفيسور محمد الشنقيطي العرب في محاضراته ومقالاته بان يتجنبوا خوض المسارات الدمويه المرهقه التي خاضتها الثوره الفرنسيه، لان امما كثيره كما قال تعلمت من التجربه الفرنسيه كيف تنتقل من الاستبداد الى الحريه بثمن ارخص ووقت اخصر، ولكن كيف؟ جدد الترحيب بكم اعزائي المشاهدين وكذلك بالدكتور دكتور اذا ما بدانا معك حول مقطع او عباره اوردتها في مقالك عن الثوره اليمنيه ربما في العام 2011 قلت فيها ان على الثوار اليمنيين ان يدركوا لعبه الامم فما هي لعبه الامم المقصوده؟ طبعا لعبه الامم هو هي المحافظه على ميراث استعماري عمره 100 عام في هذه المنطقة، صحيح أن اليمن من البلدان القليلة التي لم تستعمر استعمارا مباشرا في الجزء الشمالي على الأقل نعم نعم، ولكن حقيقة الأمر أنه آه، النفوذ الغربي في هذه المنطقة عمره مئة عام وهناك إصرار على استمرار هذا النفوذ، رحل الإستعمار العسكري وبقي الإستعمار السياسي ولا يزال من يحن إلى ذلك الماضي البغيض ومن يتمسك بذيوله ولا يرضى أن تتحرر هذه الشعوب هذه الشعوب وتستخدم الدول الحريصه على ابقاء شعوبنا في نير العبوديه على تحويل الثورات الى حروب اهليه فوضويه حتى تكره الشعوب الحريه وتلجا الى الاحتماء مره اخرى بالاستبداد وطبعا هذا هذا حدث جرب ونجح في الجزائر في الربيع الجزائري الذي جاء سابقا لاوانه في نهايه التسعينيات وهي نفس الوصفه التي حاولوا ان يطبقوها في سوريا وحاولوا أن يطبقوها في اليمن وحاولوا أن يطبقوها في ليبيا لكن أنا أعتقد أن هذه الدول حقيقة قرأت الربيع العربي قراءة سطحية الربيع العربي ليس ليست الجزائر نهاية التسعينيات هي الحالة التي تشبه الربيع العربي بعد ذلك بعشرين عاما جرت مياه كثيرة تحت الجسر كما يقال خلال العشرين سنة التي تفصل ما بين الربيع الجزائري والربيع العربي الذي بدأ نهاية سنة 2010 والموجة الجديدة هي موجة عميقة جدا وليست ظاهرة سطحية ولن ترجع إلى الوراء مهما استعمل هؤلاء من مكائد مساع لتحويلها الى حروب اهليه طيب اليوم الثوار اليمنيين انخرطوا في صفوف المقاومه هناك من يتحدث على ان المقاومه هي موجه ثانيه من الثوره اليمنيه خاصه ان هناك انقلاب وهناك حاجه لاستعاده الدوله برايك هل هذا هو وجه من اوجه التعامل مع هذه اللعبه الامميه التي تحدث طبعا اصرار اليمنيين كما اصرار السوريين وغيرهم من الشعوب العربيه على مقاومه الاستبداد هو يدل على ان الربيع العربي هو صراع وجودي في نهايه المطاف وان هذه الثورات ليست جوله واحده وليس ولن تكون بغير ثمن واليمنيون مصرون على استرداد ثورتهم بعد الانقلاب المحلي والاقليمي الذي حاول ان يئد هذه الثوره بكل اسف وورط الجميع حقيقه الثورة المضادة في اليمن لم تورط اليمنيين وحدهم بقدر ما ورطت الجزيرة العربية كلها والإقليم كله ولذلك على أولئك الذين ورطوا اليمن في الثورة المضادة أن ينقذوا اليمن من الثورة المضادة لأن الورطة م. مشتركة عمت طيب الجميع دكتور كيف تم يعني كيف عمت هذه المشكلة الـ الـ يعني تجاوزت اليمن نحو الإقليم وأكثر الثورة المضادة هي حقيقة ظاهرة مركزية من الواضح انها يخطط لها مركزيا ولكنها تدار في كل بلد مراعية لظروف السياق في كل بلد. فهي تدار مركزيا بدليل انها حقيقة تتشابه كثيرا في التعامل مع الثورات. واضح هو انه محاولة تحويل الثورات محاولة وأدها او وؤدها اولا فإن لم ينجح ذلك محاولة تحويلها إلى حرب عدمية تجعل الشعوب تيأس من الحرية أصلا فهي حقيقة الثورة المضادة هي تخطيط مركزي ولكن أيضا الثورة المضادة فشلت في الدول العربية وأنا أقول في رأيي الشخصي أن الثورة المضادة فشلت ولكن الثورات لم تنجح بعد هذه هي المرحلة التي نعيشها اليوم فشلت الثورة المضادة لأنها لم تقدم بديلاً. طيب هل هذا يمثل يعني يمثل مرحلة أخرى من مراحل الثورة بالنظر إلى فهم فهم الثورات الثورة الفرنسية كمثال وهل سينجح العرب برأيك أو اليمنيين تحديداً في اختصار وفهم مسألة كيف تحدث الثورات واختصار التكلفة التي تتم؟ كلنا بحاجة إلى استخلاص العبرة من تاريخ الثورات والمطبات التي مرت بها، وأيضاً كلنا بحاجة إلى طول نفس أن ندرك أن كما ذكرت أن الثورة ليست موجة واحدة وأنها لن تكون بغير زمن. الثورة الفرنسية تعثرت على مدى ثمانين عاماً. من الثورات ما استمرت 80 عاماً مثل الثورة الفرنسية، منها ما استمر ثمان سنوات مثل الثورة الأمريكية، منها ما استمر بضع ساعات مثل الثورة التركية التي عشناها من شهر فقط. وهذا كله يرجع الى مستوى التراكم والخبره مهم. الموجوده عند الاطراف ومستوى وعي النخب السياسيه بلعبه الامم وايضا بالمعادلات المحليه. طبعا انا عندي يقين أن الثوره اليمنيه ستنتصر وكل الثورات العربيه، الحقيقه التاريخ لم يعرف انكسار ثوره حقيقيه على يد السلطه، لكن عرف التاريخ بعض الثورات التي استطاع الاستبداد ان يؤجل انتصارها وان يرفع ثمنها. مهم. ونحن إلى حد ما نعيش ظاهرة من هذا النوع اليوم استطاعت الثورة المضادة أن تؤجل النصر وأن ترفع الثمن لكنها لن تستطيع أن تئد الثورة تماما لن يستطيعوا أن يئد الربيع العربي كما وَأِدُوا الربيع الجزائري لأن الذين ولدوا نهاية التسعينات هم الذين يقودون الثورة تقريبا. هذا جيل جديد وروح جديدة ومساحة وعي جديدة وثقافة سياسية جديدة في المنطقة طيب دكتور في اليمن آه اذا ما بحثنا اكثر في طبيعه الاستبداد الذي كان فيها في ظل فهمي يعني في ظل فهمي لما كتبته انت نحو الثوره الفرنسيه او كدراسه الثوره الفرنسيه كان هناك منظرون ومفكرون وضعوا بذور هذه الثوره في الناس قبل حدوثها بوجود ذلك الاستبداد في اليمن الذي عمد كما يقول الكثيرين على تجهيل الشعب هل كان هؤلاء العلماء والمثقفين موجودون في حالة اليمنية كيف كانت طبيعة الاستبداد في اليمن بشكل أكبر كما تفهمون أنت الاستبداد اليمني هو ينتمي إلى ما نسميه الجمهوريات العسكرية العربية طبعاً جمهوريات عسكرية هو أصلا تعبير متناقض منطقيا يعني يفترض الجمهورية ألا تكون عسكرية عسكرية وأسوأ الاستبداد حقيقة في تاريخ العرب المعاصر هو هذا الحكم العسكري لأنه ما حكم العسكر دولة عربية إلا أجدبت سياسيا واقتصاديا وثقافيا <applause> ومن مظاهر هذا الإجداب هو تجهيل الشعوب بأي مسار سياسي وحرمانها من تعلم أي شيء عن السياسة مثل الأولاد الذين يحرمون من الذهاب إلى المدرسة طبعا لا نستطيع أن نتوقع منهم أن يتعلموا مع ذلك حقيقة أن العرب في كل أرجاء العالم العربي يتنفسون نفس الثقافة السياسية ليس من اللازم طبعا اليمن فيها ثقافة سياسية وهنالك مستوى عالي من الوعي في الشعب اليمني وفي كثير من الشعوب العربيه وانا لست مع التقليل من يعني شأن الوعي عند شعوبنا لانه توجد امم نسبه الاميه فيها ارفع بكثير مما ومع هو عندنا ومستوى النمو الاقتصادي ومع ذلك هي دول ديمقراطيه صحيح. اليوم فانا لا الوم الشعوب بقدر ما الوم الاستبداد والوم النخب الانانيه التي قبلت ان تكون تسير في ركاب الاستبداد وان تكون مطيه له في ركوبه الشعوب. إضافة إلى أنه كما قلت آه الشعوب العربية تتنفس نفس الثقافة السياسية. فما هو موجود من أفكار سياسية في مصر أو في سوريا أو في المغرب أو في الجزائر هو موجود أيضاً في اليمن والسعودية وفي كل دولة عربية. فما يجمع الشعوب العربية في النهاية هو اللغة والثقافة. وهذه هذا النوع من التشارك الوجداني و و و وتشارك الأفكار والأحاسيس. ولذلك حقيقه لا نقيس الثقافه السياسيه العربيه ببلد بعينه وانما في عموم الدول العربيه لأن شعوبنا تتنفس نفس الثقافه السياسيه. لكن اليست هناك خصوصيات للمشهد اليمني؟ يعني كان الاستبداديون يقولون ان مثلا مصر ليست تونس ومن ثم قيل ان سوريا ليست مصر وان اليمن ليست سوريا الى اخره وكانت كذلك ليبيا في الطريق. هذا هل هناك فعلا خاصية لكل دولة ومن ضمنها اليمن بخصوصية اليمن التي لربما كان هناك نوع من التكريس في عملية تجهيل الشعب بشكل أكبر وأكثر وأكثر كذلك ماذا عن النخبة اليمنية هل نجحت في تمهيد الشعب ومن ثم توجيهه في عملية الثورة التي حدثت والآن في مواجهة الإنقلاب هل تقوم بما يجب القيام به عملية التجهيل التي مارسها الحكم العسكري في اليمن ليست أسوأ من عملية التجهيل التي مارسها القذافي في ليبيا على سبيل المثال بل في اليمن حقيقة كان هنالك قنوات للعمل السياسي من فترة تقريبا من حوالي عقدين من الزمان، هنالك قنوات للعمل السياسي هنالك حزبية هنالك مستوى من الانتخابات قد تكون مزوره. تعددية حزبيه من منذ الوحده يشعرون نعم انها كانت. نعم وإن كانت بالضبط وانا عشت في انا عشت في اليمن سنتين يعني جميلتين من حياتي وتابعت المشهد اليمني يعني عن قرب. فهذا النوع من من الممارسه حتى وان كان مشوبا بالتزوير وبمظله عسكريه سقف معين هو في النهايه يساعد الناس على التعلم. أحسن بكثير من الشعوب التي لم يتح لها ولا حتى تعددية شكلية ولا حتى تعددية تزوير ولذلك أنا لا أعتقد أن هذه هي المشكلة المشكلة بالأساس أن الثورة المضادة في الدول العربية هي كانت قرارا إقليميا وبمظلة دولية ولم تكن محلية في أي من هذه الدول إنما المعادلة المحلية استغلت بوسائل إقليمية ودائما اقول انه احسن تعريف للثورة المضادة العربية انها اموال عربية بذلت لاراقة دماء دماء عربية من اجل ابقاء الشعوب العربية في نير العبودية. هذا هو ما حدث للاسف ولكن اتضح واتضح بسرعة قصر النظر الذي صاحب هذا النوع من الثورات المضادة وانها بدأت ترجع حتى على من دعموها في البداية. أدركوا الآن أنهم ورطوا أنفسهم ورطوا الشعوب في حروب لا معنى لها، حروب عبثية، وأنهم كشفوا أنفسهم إستراتيجياً بما فعلوه من غدر بثورات الشعوب بكل أسف. طيب، نحن سنتحدث أكثر عن الدور الإقليمي والدولي في المشهد اليمني سواء منذ يعني السنوات القليلة الماضية أو حتى الآن، لكن أريد أكثر التركيز في المشهد المحلي لأن اليمن تشهد شهدت ثورة شهدت ثورة مضادة ثم شهدت انقلابا ثم الان تشهد ربما مقاومة لهذا الانقلاب وكذلك نوع يعني المقاومة ليست بالضرورة منظمة الى حد كبير تأتي كردة فعل وهناك ايضا الفعل المنظم الذي يعني يؤمل ان يكون للمستقبل كجيش وطني وما شابه. المشهد اليمني برأيك دكتور الان إلى أي مدى ترى أن النخب السياسيه من خلال متابعتك ربما ومعرفتك بهم يساعدون على المضي قدما في التخفيف على هذا الشعب من ناحيه انفراج الازمه وان كانت ليست الامور بايديهم في نهايه المطاف لكن من الناحيه المعرفيه او الثقافيه على الاقل. اعتقد ان النخب اليمنيه تقوم بواجبها، هنالك طبعا العديد من الناشطين ووسائل الاعلام القويه مثل قناتكم الموقره التي تقوم بواجبها وناشطين على على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي السياسي غيرهم فهي تقوم بواجبها كما تقوم نخب في عدة بلدان عربية طبعا للأسف أنه كثير من أو جزء عظيم كبير من المعادلة خرج من أيدي اليمنيين لأن الثورة المضادة كانت غير يمنية أصلا في جذورها ثم طبعا ايضا الانقاذ من الثوره المضادة تعين ان يكون ايضا الى حد كبير غير يمني. آه بدماء اليمنيين طبعا وبسواعدهم ولكنه ليس لا يمكن ان ينفصل عن المعادله الاقليميه في نهايه المطاف. في اليمن لا يمكن الفصل بين المحلي والاقليمي آه مهما مهما حاولنا. آه الثوره اليمنيه بدات ثوره سلميه كما نعرف وانتصرت بثمن معقول ولكن كانت نتائجها ستكون محدوده الثورة المضادة حقيقة خلقت في الشعوب مزيدا من التصميم وضمنت أن تكون النتائج نتائج جذرية في نهاية المطاف يعني كان من الممكن أن تنتصر الثورة المصرية انتصارا سطحيا أو الثورة من انتصارا سطحيا وتبقى بنية الاستبداد كما هي لكن الثورة المضادة الآن فرضت مواجهة مع عمق الاستبداد وهذه الموجة الثانية من الثورات لن تنتهي إلا بتفكيك الدولة العميقة نفسها التي هي لب ثوره المضاده واداء واداتها طيب انت تحدثت قبل قليل دكتور على ان كان كانت المساحه في اليمن الى حد ما متواجده بشكل اكبر مما كانت المساحه الممارسه السياسيه لنقول كانت متواجده بشكل اكبر من بقيه الدول اذا هنا هل كانت الاشكاليه في حاشيه من يعني كانوا مع الحاكم في اليمن من عاونوه طيله سنوات حكمه ام ان الاشكاليه ايضا لارتباط اليمن وضعفها من الناحيه الاقتصاديه الى حد ما في عدد من الامور، بالتالي تبعيتها الى دول الاقليم ومن ثم الى الخارج. انا اعتقد انه المشكله الاساسيه يعني الشعب اليمني تغلب على المستبد العسكري م. الذي كان يحكمه، والجيش اليمني الشريف الذي انفصل قسط كبير منه وانضم الى الثوره كان له دور اساسي جدا في هذا، ولو لم يحدث ذلك حقيقه لربما ساحة علي عبد الله صالح في الدماء وربما لم تتصل الثورة ابتداء لكن المشكلة الأساسية هي هو أن اليمن وقع في تقاطع الخصام الإقليمي أو التنازع الإقليمي وبالذات تحديدا ما بين إيران والسعودية فإيران حاول تحاول ضمن تمددها في الفراغ العربي أن تحاصر السعودية من جهة الجنوب بعد أن حاصرتها من الشمال الشرقي في العراق ومن الشمال الغربي في سوريا فهو سعي من ايران الى احكام السيطره على السعوديه التي تراها عدوا وجوديا، وراد ان تستغل اليمن في هذا. ثم من الخصوصيات اليمنيه المهمه جدا وهو وجود هذا العنصر الطائفي، وجود الحركه الحوثيه التي كانت بذره استطاعت ايران ان تبني عليها، وايران عندها قدره هائله على استغلال كل من في رائحه التشيع وتوظيفه سياسيا. فلذلك اخذت من هذه بذره البذره الطائفيه الموجوده كونت منها راس مالا سياسيا واستغلته وللاسف انها استغفلت دول الاقليم التي كانت داعمه للثوره المضاده دعمت الثوره المضاده في اليمن ابتداء وأنها انها تفعل ما فعلته في مصر وفي دول اخرى <applause> وهي لا تعرف انه هي في النهايه خدمة ايران من حيث لا تشعر في فتحها للباب لتقويه الحوثيين ولفتح الطريق امامهم للهيمن على عمران ثم على صنعاء بعد ذلك طيب هذا الأمر ربما يقول كثيرون أنه حدث في أماكن أخرى في الوطن العربي ربما في العراق يعني كنموذج يكرره اليمنيون أو يكرره المحللون السياسيون أنه الدعم الإقليمي حدث بشكل أو بآخر هذا الأمر يعني يرجينا إلى السؤال هل تستفيد دول الإقليم يعني سواء بخصوصيه اليمن او بغيرها من ما جرى في المنطقه على مر العقود الاخيره في التعامل سواء مع التيارات الداخليه في اليمن او تعامل مع الضغوط الدوليه التي تاتي بها يعني الدول الكبرى في يعني على الساحه العالميه اي سياسه من غير عمق اجتماعي هي سياسه فاشله في النهايه واستراتيجيه فاشله ودول الاقليم اذا ارادت ان يكون لسياساتها معنى وتأثير فهي بحاجه الى عمق اجتماعي، وانا اعتقد انه من الكوارث السياسيه التي حلت بالمنطقه هذا الصراع المفتعل الذي افتعلته بعض دول الاقليم مع الحركات الاسلاميه التي تمثل العمق الاجتماعي وهي حقيقه الرافعه الاساسيه للثورات العربيه. صحيح ان الحركات الاسلاميه ليست هي التي اشعلت الثورات ولكنها كانت هي الرافعه الاجتماعيه باعتبارها قوه فتيه، قوه اجتماعيه فتيه وباعتبارها ايضا قوه منظمه. وهي كانت جزء أساسي من جهاز المناعة ضد الاستبداد في فترة الشتاء العربي السابق على الربيع العربي بينما حقيقة الفرق بين إيران وبين الدول الإقليمية الأساسية في الجزيرة العربية هو أن إيران سياساتها تقوم على أساس امتداد اجتماعي إيران تسعى لا تبني سياساتها على مجرد سياسات فوقية وإنما هي تبحث على قوة شعبية محلية وتجعلها أداة لتنفيذ سياساتها بينما دول الإقليم للأسف تفرط في القوة الاجتماعية التي كان يمكن أن تكون أحسن ظهير لها لتكون سياساتها لديها عمق اجتماعي ولديها صلابة اجتماعية ولو أن دول الإقليم الكرام في السعودية مثلا انفتحت على الحركات الإسلامية وجعلتها مددا لها وعمقا اجتماعيا لاستراتيجيتها لاستطاعت أن تقف في وجه إيران بكل سهولة لكن ذلك لم يحدث حتى الآن ولا يزال هناك مستوى من التوجس وعدم الثقة في هذا المجال طيب رغم تحسن الأوضاع مؤخرا طيب هذا الأمر دكتور عائد إلى يعني في اليمن أتحدث بكل تأكيد أو بشكل مركز أو مخصص هل عائد ذلك لطبيعة اليمن الصعبة وتركيبتها القبلية إلى آخره أم أن هناك بالفعل تقصيرا من قبل القوة هذه الاجتماعية التي تحدثت عنها وإن كانت غالبا في الدول العربية رافعتها إسلامية في اليمن كذلك هل هناك تقصير من قبلهم في فهم المخاوف لدول الإقليم وبالتالي كانت هناك أخطاء طبعا لا أزكي خبرة الحركات الإسلامية وقدرتها على استيعاب المعادلات الإقليمية والدولية وتعامل معها ولكن أعتقد أن الخطأ الأساسي ليس من الحركات الإسلامية في نهاية المطاف الخطأ الأساسي هو من دول إقليمية أعلنت الحرب حرب مجانية على حركات إسلامية هي من الناحية الأيديولوجية ومن الناحية الاجتماعية وحتى من الناحية المذهبية هي حقيقة عمق استراتيجي لها و ولم تلاحظ تلك الدول أن إيران تحاربها بعمق اجتماعي وبامتداد إيران لا تريق دماء الإيرانيين إيران هي اجود الدول بالدماء العربيه وابخل الدول بدماء ابنائها هي نفسها ولذلك كل ما في رايح تشريع في المنطقه استطاعت ان تاخذ منه راس مالا سياسيا وراس عسكريا للتمدد داخل الاقليم وللتحرش بخصومها الاقليميين هذا الداء الايراني لابد له من دواء عربي مشابه له وهو سياسات قائمه على عمق اجتماعي واضح الحركات الاسلاميه لم تتدخل في شؤون دول اخرى لم تعادي انظمه سياسيه الا الانظمه التي قمعتها وقامت عليها ثورات وهي جزء من الشعب هي حتى لم تعلن ثوره قبل ان ينزل الشعب الى الشوارع ولم تكن هي التي اعلن شراره الثوره لا في تونس ولا في مصر ولا في سوريا ولا في اليمن ولكنها كقوه اجتماعيه حره طبعا انضمت الى الثوره وانحازت مصر. الى الثوره فانا حقيقه ما اتمناه هو ان تدرك دول الاقليم اهميه العمق الاجتماعي للاستراتيجيات السياسيه هذا هو مفتاح تغير المعادله في اليمن وفي سوريا وفي الاقليم بشكل طيب هي القوى الاجتماعيه باليمن ليست فقط إسلامية بكل تأكيد أو لا تأتي برافعة إسلامية على الأقل لكن سأسألك على هذه بقية القوى هذه وعلاقتها بدول الإقليم وملفات المنطقة لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير دكتور إذا مشاهدينا نذهب إلى هذا الفاصل ثم نكمل النقاش مع الدكتور محمد المختار الشنقيطي أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام نستكمل النقاش مع الدكتور محمد المختار الشنقيطي دكتور هل تفهم دول الإقليم كذلك أو الدول الكبرى في العالم اليوم طبيعة الخصوصية اليمنية في تركيبتها الاجتماعية في تركيبتها السياسية إلى آخره وأيهما أكثر فاعلا في اليمن الدول الكبرى أم الدول دول الإقليم أعتقد أن البنية الاجتماعية في اليمن مهمة جدا وحتى البنية المذهبية أنا عشت في اليمن من قبل مم. ولم أرى في اليمن أصلا طائفية خلال السنتين التي عشت في اليمن أه كنت مدرسا في جامعة إسلامية سنية ذات توجه سني صارح ومع ذلك أصلي في المسجد أمام العمارة مسجد زيدي ولم أرى هنالك حقيقة تمايزا طائفيا في اليمن مم. بطبيعتها اليمن فيها الكثير من السماحة أه وطبعا التشيع الزيدي وحتى إذا صدق عليه التشيع طبعا في دراستي لتاريخ التشيع أنا لا أرى أن الزيدية سنة ولا شيعة أصلا وإنما أرى مدرسة ثالثة وهي أقرب إلى التسنن منها إلى التشيع طبعا أعتقد أن هذا النوع من الثقافة اليمنية البنية الثقافية والاجتماعية والتاريخية لليمن من المهم جدا أن تفهمها الدول المؤثرة في الإقليم وليس من اللازم أن تصوغ المعادلة اليمنية بنفس صياغة الحدية الموجوده في مناطق اخرى هذا مهم <applause> بالنسبه للقوى الاقليميه والدوليه اعتقد ان هنالك تعارضا واضحا بين خيار الاقليم الخيار الاقليمي العربي الذي تقوده السعوديه في اليمن وبين الخيار الدولي وهذا التعارض مشكله كبيره بالنسبه للحل في اليمن هنالك مستوى من الاصرار الامريكي على وقف الحرب باليمن دون التخلص من الانقلاب ومن نتائج الانقلاب. بينما السعوديه خيارها ومصلحتها ومصلحه التحالف العربي ومصلحه اليمنيين. والمنطق هو ان لا تتوقف الحرب الا بالتخلص من الانقلاب ومن نفوذ الانقلابيين. هنالك صراع تحت السطح ما بين الحليفين الاقليمي والدولي في هذا وحتى المبادره الاخيره التي تقدمت بها الامم المتحده في النهايه هي مستوى هي تسعى إلى نوع من تشريع الواقع على الأرض أو تشريع الانقلاب ويبقائه بطريقة مهذبة ولا تعطي السعودية شيئا إلا تأمين الحدود وكأن السعودية جاءت تدخلت في اليمن من أجل تأمين حدودها السعودية لم تدخل في اليمن من أجل تأمين حدودها تدخلت في اليمن لأنه اليمن عمق استراتيجي ودولة إقليمية مهمة ودولة عربية ولو استقر النفوذ الايراني والقوة الايرانية في اليمن فهذا يعني ببساطة حصار للسعودية من حدودها الطويلة مع اليمن. يعني امكانية تحريك ملفات في جنوب السعودية سواء ملفات طائفية أو حتى دعاوى دعاوى حول بعض من الحدود، ملكية الارض في الحدود، وغير ذلك مشكلات كبيرة جدا لا يمكن أن تتقبلها السعودية. للاسف انه اللاعب الامريكي امريكا دعمت الثورات العربيه علنا وحاربتها سرا ولا تزال تسير على هذا المنهج على عكس الروس الذين عصمتهم عن جهيتهم من, هذا النوع من النفاق كانوا واضحين تعاملوا بعن جهيه وبوضوح كامل وهو انهم ضد الثورات ومستعدين للقتل والقتال لوقف الثورات بينما الامريكيون لعبوا لعبه قذره ومزدوجه حيث انهم يعلنون دعم الثورات في العلن ويعملون ضدها في السر وحتى في ما يضر بمصالح حلفائهم التاريخيين الاقليميين في المنطقه مثل السعوديه ولذلك انا اعتقد انه هنالك نحن الان على مفترق طريق وانه ان الاوان للقوى الاقليميه العربيه الكبرى في الجزيره العربيه وهي السعوديه ان تنأى بنفسها عن الخيار الامريكي وان تصر على مصالح اليمن ومصالحها الحيوية لأن إبقاء اليمن في النفوذ الإيراني معناه ببساطة إبقاء السعودية في خطر ومعناها أيضا خذلان شعب شقيق هو والشعب السعودي شعب واحد في نهاية المطاف طيب هذا الأمر لا يأتي ربما بمعزل عن بقية الملفات التي تحدث أو يعني الملفات التي تحدث بداخل هذه المنطقة هناك سوريا هناك ليبيا هناك مناطق أخرى هناك العراق أيضا هذا الامر من خلال التحولات التي تجري الان ضمن ما نتائج الثورات العربيه هل لنا ان نعرف منك دكتور نظرتك حول اين ما هو موقع اليمن من كل هذه الملفات؟ من يستطيع ان يقوم بتاثير اكبر على الملف اليمني؟ سواء من دول الاقليم او الدول الكبرى، ومن يعني يتاثر بنهايه المطاف في يعني حسم هذا الملف اليمني من عدمه. الملفات مرتبطه ارتباطا وثيقا جدا، لا يمكن فصل الملف اليمني عن الملف المصري، عن الملف السوري، بحكم الجغرافيا السياسيه نفسها، بحكم الترابط ما بين الشعوب، وايضا الموقع الجغرافي لليمن هو موقع حساس ومهم جدا، ليس فقط للسعودية وإنما للإقليم كله فلا ننسى أهمية باب المندب من الناحية الاستراتيجية فهو بالنهاية البوابة الجنوبية للبحر الأحمر أهميته ليس فقط للخليج والسعودية وإنما لمصر لأنه قناة سويس في الشمال باب المندب في الجنوب صحيح. وأيضا للمجتمع الدولي كله لأنه في النهاية كمية هائلة من الطاقة تمر عبر باب المندب لتزويد الأسواق العالمية بالنفط إلى آخره فاليمن ليست دوله هامشيه بمنطقه جغرافيه السياسية هي دوله مهمه جدا لان هناك هل من هل يعني مترابطه ترابطا في قوي هذه النقطه هناك من ينظر على ان اليمن لا تهم الدول الكبرى سوى بارتباطها لانها ترتبط بالمملكه العربيه السعوديه وعندما يريد ان يبتزوا المملكه العربيه السعوديه يقوموا بتحريك الملف اليمني هل توافق على ذلك ام انه بالفعل تحضر لا طبعا اليمن انا انا ارى ان من ينظر هذه النظره هو يجهل واقع الجغرافيا السياسيه والاهميه أهمية الجغرافيا السياسيه لليمن. في النهايه الجغرافيا لها منطقها أه يقولون عن نابليون انه كان يرفض ان يتحدث في السياسه الا اذا كانت امامه خريطه. الجغرافيا هي في النهايه السياسه هي أه تنبني مرتبطة كلها مرتبطه بالجغرافيا. اليمن ليست دوله هامشيه، اليمن بمنطقة الجغرافيا السياسيه دوله في غايه الاهميه بغض النظر عن الهشاشه البنيويه او او الاقتصاديه او غيرها هي دوله في غايه الاهميه من ناحيه انها في مصب تلاقي عدد من البحار أنها متحكمة في باب المندب أنها طبعا امتداد ل... هي النصف الجنوبي من الجزيرة العربية هي قريبة جدا من الخليج فلها أهمية كبيرة جدا من ناحية الجغرافيا السياسية وليس الدولة هامشية على الأطلاق بهذا المنطق طيب دكتور في اليمن تحدث يعني عندما يتحدث الإعلام خاصة في دول عظمى عن اليمن كان يربطها كثيرا بالإرهاب إلى أن جاءت ثورة الحادي عشر من فبراير وسلميتها التي شهدت يعني كانت بمثابة الشاهد أو الرمز بالنسبة لهذه الثورة هناك يعني الكثير من, من يقول أن إيران نجحت في ومن خلال أذرع الحوثيين كذراع موجودة لها هنا أن تلعب على وتر الطائفية كذلك وتر الإرهاب ومن ثم حدث نتيجة لذلك الانقلاب الذي جرى في اليمن هذه الأوراق الثلاثة الانقلاب والإرهاب والطائفية كيف تراها في اليمن؟ هل هي أوراق للثورة المضادة التي حصلت؟ هناك تضخيم كبير لمسألة الإرهاب وللأسف أنه الإعلام الدولي أساء كثيرا لليمن في هذا الملف <applause> الثورة اليمنيه كانت معجزه حقيقه سياسيه من حيث السلميه، وانا كتبت عن هذا في بدايه الثوره، كيف يكون شعب توجد في ايديه ملايين قطع السلاح ينزل الى الميادين من غير سلاح يلتزم بالسلميه رغم المذابح التي ارتكبها علي عبدالله الله خصوصا في جمعه الكرامه وغيره، فهذا حقيقه دليل على ان شعوبنا هي شعوب مسالمه، هي شعوب تسعى الى الحريه، هي شعوب لا تعادي احدا وانما تسعى لرفع الظلم. عن نفسها، لكن إذا فرضت عليها ظلما حرب وجوديه فليس امامها خيار الا مقاومه الظلم. طبعا الانقلاب للاسف هو كان ورطه تورطت فيها دول اقليميه عربيه امتدادا لسياساتها في الثوره المضاده ولم تكن تعرف ان الحوثيين لديهم قنواتهم الخاصه مع ايران وانهم يثقون في ايران اكثر مما يثقون في تلك الدول العربيه التي دعمتهم. فمناكفة للحركات الاسلامية وسعيا إلى تمشيا مع القرار الدولي بمحاربة الحركات السياسية الاسلامية التي عرف النظام الدولي الغادر أنها هي البديل القادم بعد سقوط المستبدين في عدد من الدول العربية وبعد الانتخابات في مصر الانتخابات في 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 تونس طبعا هذه الدول للأسف ذهبت إلى مسار كانت تظن أنها ستأيد الثورة اليمنيه أو أه. ستوقف الحركة الإسلامية في اليمن ولم تكن تدري أن الحوثيين غدروا بها وأن صلاتهم بإيران أعمق بكثير من صلاتهم من هذه مع هذه الدول هذا استغفال وهنالك حاجة لتصحيح هذا الاستغفال والاعتراف بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته هذه الدول في حق اليمن وفي حق نفسها حينما قبلت او فتحت باب الحوثيين للتمدد جنوبا والسيطره على صنعاء. طيب يعني هو بكل تاكيد يجب الاشاره الى انه الحضاره الاجتماعيه للثوره او من دافع عن هذه الثوره وقام بها هي ليست فقط الرافعه الاسلاميه هناك تيارات سياسيه ناصرية الاشتراكيه وغيرهم. كانت يعني كما يقال دوافعها ديمقراطيه بدرجه كبيره. الان اذا ما عدنا دكتور او تطرقنا اكثر لمعرفه ما هي اطماع القوى الدوليه التي تحول دون اكمال هذه التحولات التي جرت في اليمن وجرت في المنطقه بشكل عام. اعتقد انه على المدى القريب هنالك استراتيجيه دوليه، استراتيجيه امريكيه تحديدا انا اسميها استراتيجيه التهشيم. ف امريكا بعض العرب يظن ان امريكا قد تخلت عن المنطقه وان لم يعد لها تاثير واضح في المنطقه وهذا ليس صحيحا. امريكا لم تتخلى عن المنطقه ولكن استراتيجيتها في هذه اللحظه تتسم بقدر عالٍ من المرونه وهي استراتيجيه تقوم على اساس استنزاف كل الاطراف الاطراف المحليين والاطراف الاقليميين وايضا الخصوم الدوليين بمن فيهم روسيا في المنطقه. استراتيجيه التهشيم تقوم على اساس تهشيم البنى الدوله في المنطقه واستنزاف كل الاطراف، انا اعتقد ان الامريكيين وبعض الغربيين ينظرون الى هذه المنطقه على اساس انها منطقه فيها فائض من البشر. وفائض من المال وفائض من التدين وان هذا الفائض بوجوهه الدينيه والماليه والبشريه ينبغي ان ينهك ويستنزف في صراع داخلي فطبعا يسعون الى استمرار الحرب وطريقه استمرار الحرب اذا اردت ان تقيم حربا دائمه فانت تعطي لاحد الطرفين تفوقا في جانب ولاحد الطرفين تفوقا, تفوقا في جانب, في جانب آه. اخر فهم مثلا في سوريا اصروا على ان يبقى الجو للاسد ولحلفائه ولكن على الارض مستعدون للدعم او للتغاضي عن دعم رح. الثوار. نفس الشيء في اليمن الجو للتحالف العربي ولكن على الارض ما سمحوا ان يكون هنالك تقدم مين. على الارض سواء لثوار اليمنيين القوى القوى الشرعيه اليمنيه او لحلفائهم وهذا ما يعني انه هنالك استراتيجيه ابقاء الصراع محتدما او حل الصراع بطريقه لا ترضي الاطراف الداعمه للشرعيه والاطراف الاقليميه التي تريد التخلص من الانقلاب طبعا يضاف الى هذا انه هنالك تحول كبير في الاستراتيجيه الدوليه لصالح ايران والتعايش مع ايران والاستفاده مع ايران لاستنزاف المنطقه انا لا لا, لا اقول ان ايران اصبحت حليفا لامريكا ولكن هنالك مساحه واسعه للتلاقي و و وايران تخدم ايضا استراتيجيه التهشيم والاستنزاف بما فيها استنزاف ايران ذاتها مثلا في سوريا يستنزفون الاطراف المحليه تستنزف يستنزف حزب الله تستنزف القاعده تستنزف الحركات السلفيه تستنزف نظام الاسد مه. تستنزف ايران تستنزف دول الخليج وتركيا تستنزف روسيا في النهايه الغرب يرى انه هذا في النهايه هو لا يخسر شيئا صحيح. هي اطراف كلها تعتبر اعداء بدرجه او باخرى فما المانع ان تترك تستنزف هكذا هم يسعون الى تحويل الثورات الى مصهره دمويه داخليه وحرب دائمه لا غالب فيها ولا مغلوب من أجل إحداث تغيير في بنية المنطقة في ثقافتها في وجدانها في تدينها في نموها الديمغرافي ومنعها من الصعود أي نوع من الصعود يستطيع أن يحرر المنطقة من النفوذ الغربي الذي عمره مئة عام حتى الآن <applause> طيب دكتور باعتبار أن الشباب العربي هو رأس مال الثورات التي قامت في الدول العربية كانت أيضا الثورة في اليمن ثورة الشباب الشعبية السلمية أين دوره الآن؟ هل هو قادر على مواجهة هذه الأجندات كلها؟ هل لديه الدعم الكافي والثقة من قبل الشعوب وكذلك من قبل الحكومات سواء في اليمن أو في غيرها من الدول لمواجهة هذه المكائد والمصالح الدولية المتعاظمة. الشباب موجود، الشباب موجود في اليمن في الميدان يحمل السلاح ويقاتل عن ثورته وهذا هو واجبه، موجود في الميدان في سوريا يحمل السلاح ويقاتل عن ثورته، يوجد أيضاً في الاعلام ويوجد في مختلف الانشطه انما اعتقد أن الشباب يحتاج الى ان يعمق ثقافته السياسيه وان يفهم المعادلات الاقليميه والدوليه بشكل افضل لم ت... نحن لم نعد في مرحله البراءه الاولى من الربيع العربي والتفاؤل باعتباره ربيعا بهيجا سيمر بكل سهوله هذه كانت قراءه متفائله اكثر من اللازم ولم تتنبأ ب عمق المعوقات الموجودة في منطقتنا <applause> الربيع العربي ليس ربيع أوروبا الشرقية التي كان الغرب كله داعما لها على مدى خمسين عاما لحريتها لا هذا, هذا مزيج حقيقة الربيع العربي هو ثورة تركيب من ثورتين ثورة لتحرير الإنسان وثورة <applause> لتحرير الأوطان في نفس الوقت فهي ثورة حرية سياسية لتحرير الإنسان وهي ثورة تحرير وطني أيضا من نفوذ أجنبي ولأن ثورتنا تركيب من ثورتين فهي لن تكون سهلة ولن يكون ثمنها سهلا فالشباب ما أطالب بالشباب هو أن يتخلى عن تلك البراءة والبهجة والثورية الرومانسية الثورية الأولى وأن يتعامل مع الوقائع الآن بشكل أكثر برودة وذكاء وإدراكا للمعادلات ومستوى أعلى أيضا من البراغماتية والبحث عن المساحات المشتركة الثورات هي تقوم على اساس كتله بشريه ما يسمى الكتله الحرجه وعندك حق ان الثورات صحيح الحركات الإسلامية كانت اهم رافعه ولكنها لم تكن هي القوه الاجتماعيه الوحيده الثورات العربيه بداها شباب غير مصنف ايديولوجيا حقيقه وهذا هو روحها وهذا هو هذه الروح الحقيقيه للثورات الثورات حلف اخلاقي وليست حلفا ايديولوجيا هي مثل حلف الفضول <applause> الذي قام على شعار واحد ان لا يظلم بمكه احد فالثورة اليمنية هي أن لا يظلم باليمن أحد، الثورة السورية أن لا يظلم بسوريا أحد، هذه هي روح الثورة. فأيضاً أنا أحذر الشباب من الشطط الأيديولوجي لأن الشطط الأيديولوجي يمزق الميثاق الأخلاقي الذي يجمع الثورات. نحتاج إلى شبابنا أن يحافظ على توازنه الفكري مهما كان الدماء تسيل والشحن الموجود الطائفي وغيره. نحن بحاجة إلى المحافظة على الحد الأدنى من الفكر طيب هل يحتاج إلى العزل مع الماضي ماضي الصراعات المجتمعية والسياسية التي كانت ما بين أحزاب اليسار وأحزاب الدينية أو الأحزاب الإسلامية طبعا يحتاج أن يتجاوز كثيرا من, من الاستقطاب الأيديولوجي الذي كان موجودا سواء الاستقطاب ما بين الإسلاميين والعلمانيين أو الاستقطاب ما بين الإسلاميين والقوميين وغيرهم نحن بحاجة إلى كتلة وطنية جامعة تكون هي روح الثورة وميثاق اخلاقي الثوره هي تضمن الحريه للجميع تضمن العدل للجميع هذا اهم شيء كل ما سوى ذلك تفاصيل نعم. والثوار دائما تجمعهم المبادئ وتفرق بينهم البرامج فمن المهم جدا للثوار ان يؤجلوا البرامج التفصيليه وان يحرصوا على انتصار المبادئ اليوم اذا انتصر المبدا اليوم فهو نصر لي ولك غدا لكن اذا اردنا ان ينتصر برنامجي او برنامجك اليوم نعم. فهذا قد يكون مشكله وعائقا امام انتصار المبدا نفسه. طيب دكتور بسؤال اخير ونحن امام مرحله ثالثه ربما في اوج هذه المرحله الثوره والثوره المضاده هل ستسقط الانقلابات ام ستسقط الثوره؟ ستسقط الانقلابات طبعا والثوره المضاده، الثورات لن تسقط ولم تسقط الثورات اصلا في التاريخ، الثورات يعاق انتصارها، يؤجل انتصارها، تعاق مسيرتها، يرضع ثمنها. لكنها لا تنكسر تنحني ولا تنكسر الثوره المضاده العربيه افلست حقيقه هي لم تقدم شيئا للدول التي سادت وتغلبت فيها حتى مثل مصر فضلا عن الدول التي لم تتغلب فيها اصلا هنالك ميزان القوى لا يزال متارجحا ما بين الثوار والثوره المضاده الثوره المضاده العربيه فشلت وافلست لكن هذا لا يعني ان الثوره انتصرت نحن حقيقه الان في منزله بين المنزلتين بين ثوره مضاده افلست وفشلت وبين الثورات لم تنتصر وكيف لها أن بعد. تنجح؟ هذه الثورات تستطيع أن تنجح إذا أخذت العبرة أولا بمزيد من التصميم ثانيا يعني بالمحافظة على وحدة الصف ثالثا بالابتعاد عن الشطط الإيديولوجي، رابعا باستيعاب أكثر للمعادلات الإقليمية واستثمار أكبر لت... لما حدث من تطورات في السنوات الأخيرة وأنا أعتقد أن هناك تطور كبير على المستوى الإقليمي هنالك تطور كبير حتى في الدول التي كانت داعمة للثورة المضادة ولم تعد داعمة لها ولم يعد مصلحتها أن تقف مع الثورة المضادة وهنالك تفكك في الحلف الإقليمي الداعم للثورة المضادة كما رأينا في مشادات بين الدول الإقليمية الكبرى التي كانت جزء من حلف الثورة المضادة وهنالك تطورات كبيرة حتى على المستوى الدولي المجتمع الدولي بدأ يدفع ثمن الثورة المضادة أوروبا عانت أمنيا وديمغرافيا بسبب الثورة المضادة والأمريكيون عانوا أمنيا فكل هذا يجعل حصاد الثورة المضادة حصادا فاشلا مه. وحصادا مؤلما لكل الاطراف التي وقفت معها وان المستقبل في النهايه هو للثوره اذا وعى الثوار المعادلات بشكل افضل. اشكرك دكتور محمد المختار الشنقيطي كنت معنا في حلقه اليوم من المساء اليمني أشكرك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصاف في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي انا وجيه السمان وتحيات منتج الحلقة ومعدها وطاقم العمل الفني إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير إلى اللقاء